مساء الخير. ما هي أبرز العوائق أمام الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل؟ وما الذي يمنع تحول المساكنة الحكومية والتفاهم على التمديد ومحاربة الإرهاب إلى تسوية تعيد الحياة كاملة إلى مؤسسات الدولة بدءا برئاسة الجمهورية؟ هل تنتظر هذه التسوية انفراجا بين واشنطن وطهران قد يمهد لتفاهم سعودي إيراني، أم أن نار سوريا والعراق تحجب لبنان مرحليا؟ حزب الله والمستقبل بين إدارة الأزمة وأزمة الثقة، موضوع برنامج كلمة حرة الليلة. وضيوفنا الكاتب والباحث الأستاذ أحمد الغز، أهلا وسهلا فيك، بشكر وجودك معنا اليوم. وأيضا الكاتب والباحث الشيخ الدكتور صادق النبلسي، أهلا وسهلا فيك في استوديوهات تلفزيون لبنان. طبعا على أمل أن يكون هناك حوار بناء، نجرب نلاقي هيك أرضية مشتركة لمستقبل أفضل، خصوصا أنه في أجواء من الإيجابية إلى حد ما هذه الأيام هلأ بنحكي فيها. بس أنا بدي أذكر المشاهدين أنه طبعا على صفحة كلمة حرة على الفيسبوك بإمكانكم إرسال أسئلتكم أو تعليقاتكم، ورح أقراها تباعا بخلال هذه الحلقة. وأيضا على تويتر أتشد عمر أي أسئلة أو أي إيضاحات رح تكون موجودة بخلال الحلقة. رح أبدأ مع الشيخ الدكتور صادق النبلسي عن موضوع العوائق أمام الحوار. هل هناك يعني فعلا برأيك عوائق كبيرة ولا يمكن تخطيها في حوار ممكن بين حزب الله وتيار المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. من دون أدنى شك هناك تراكمات ثقيلة تمنع أو تعطل أو تعرقل الحوار بين تيار المستقبل وبين حزب الله. لكن تقدير اليوم أنه مهما اختلفت وجهات النظر فيما يتعلق بالملفات الإقليمية أو الملفات الداخلية، هناك حاجة وطنية ونفسية وأخلاقية وإنسانية لدفع عجلة الحوار إلى الأمام. يعني اليوم نحن أمام منعطف خطير، اليوم لبنان مهدد بالبقاء أو اللابقاء، وإذا لم تجتمع القوى الرئيسية وأهمها تيار المستقبل وحزب الله لا يمكن أن تستقر الحالة السياسية وبشكل عام الوضع الأمني في لبنان. يعني هناك حاجة ماسة إلى استقرار سياسي، إلى استقرار أمني، أن نذهب إلى معالجة الملفات التي تشكل يعني أساس في حركة الناس، الملفات الاجتماعية الاقتصادية. يعني مهما كانت العوائق موجودة، أنا أعتقد أنه تيار المستقبل اليوم من خلال الرسائل الإيجابية التي بعثها لحزب الله وأيضا التي رد عليها حزب الله اليوم، يعني تدفع الأمور إلى 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 جلسات وإلى حوار إن شاء الله نريده مثمر. ونأمل، لأنه حجم الاعتراض بالشارع اللبناني والمزاج العام بالشارع اللبناني يعني كبير جدا، أنه لا يريد العودة إلى الوراء، لا يريد العودة إلى الحرب الأهلية. يعني مهما حصل اليوم في سوريا وفي أزمات المنطقة الكثيرة، يجب أن يعطينا درس لنا جميعا، أنه لا يعني مستقبل لنا جميعا كلبنانيين من دون الحوار. من دون أدنى شك هناك أمور ربما تخضع للتوازنات الموجودة بالمنطقة، حجم التعقيد فيها حجم كبير، ولكن هذا لا يمنع أنه التفاهم على ملفات أساسية. مثل شو؟ مثل انتخاب رئيس الجمهورية، مثل المجلس النيابي. يعني مثل هلأ صار فعليا، يعني كثير أمور الناس، يعني هذا جزء منه. أنا بقول بخصوص البعد السياسي، اليوم صار في اتفاق على موضوع التمديد، هذا أمر أعطى انطباع أنه نحن فينا نعمل حوار ونكفي هذا الحوار لا يروح لملفات أخرى. طالما اتفقنا على التمديد للمجلس النيابي بمعزل عن المواقف والاعتراضات الموجهة إلى هذا التمديد من ناحية دستورية وسياسية، لكن أنا بقول أنه هذا أعطى انطباع عام ومناخ عام عند اللبنانيين أنه نحن فينا نوصل لا اتفاقات وتفاهمات في ملفات أخرى، خصوصا الملفات اللي ما بتحتاج إلى يعني كثير من المباحثات وكثير من الجهد، خصوصا ما يتعلق بالملفات الاجتماعية والملفات الاقتصادية. فإذا نحن اليوم ما ينتظره اللبنانيون
اللبنانيون، خصوصا في ظل الأزمات المستفحلة في المنطقة يعني الهجمة التكفيرية الممتدة من بلد إلى بلد. اليوم نحن نستطيع أن نصل إلى حوار يخدم اللبنانيين، يخدم المصلحة اللبنانية الوطنية، يخفف من الاحتقان السني الشيعي. أيضا حتى لو البعض بيقول أنه هذا الأمر يجب أن يحظى بموافقة سعودية إيرانية، يعني لازم كلبنانيين نحن كأفرقاء لبنانيين بمعزل عن الحرب الباردة بين قوسين بين إيران وبين السعودية، يجب أن نخلق دينامية داخلية تستطيع أن تجمعنا فيما بعض. فإذا هذا الحوار يستطيع أن يهدئ الساحة اللبنانية، يؤدي إلى الاستقرار، وأيضا يعني يحمي مؤسسات الدولة اللي نحن كليتنا عم نشوف أنها معرضة للتآكل. هلأ حكيت عن حرب باردة بين إيران والسعودية، يمكن منا كتير باردة حنحكي عنها هلأ على كل حال، بس خليني أسأل الأستاذ أحمد يعني عن خلينا نقول نفس إيجابي يعني عند حزب الله إزاء حوار ممكن مع تيار المستقبل. هل برأيك يعني عم نسمع كتير حكي بهذا الإطار، هل تيار المستقبل جاهز لهذا الحوار أو إلى تسوية داخلية؟ سيدتي، أول شيء نحن سعداء بهذا اللقاء بحضرتك. أهلا وسهلا فيك سماحة الشيخ. ولما بنيجي على تلفزيون لبنان ما نقدر نتعامل مع تلفزيون لبنان بحاضر، نتعامل معه بذكرته العميقة في وجداننا وتجربتنا، وأيضا هو من إنجازات بعثة أرفد مثله مثل المسرح المركزي مثل الجامعة اللبنانية، يعني أفضل ما كان عندنا وما زال في الدولة اللبنانية إجا من بعثة أرفد اللي هي برئاسة الأب لبري على أيام الرئيس واد شاب، اللي عملت أول استراتيجية تنموية وطنية في لبنان واللي انتكست بعدين بأسباب عديدة. إذا ولا بنقعد مع حضرتك كونه كلمة حرة، لا، نحن نحكي بمسار تجربتي. إذا عندما نتحدث عن حزب الله الرئيس الحريري أو تيار المستقبل، واللي طبعا أنا ناصر تجربة الرئيس الحريري، أنا لست عضوا في التيار وعندهم قيادتهم وعندهم يعني منبرهم، إنما أنا متعاطف كثيرا مع تجربة الرئيس الحريري، متعاطف كثيرا مع تجربة جامعة بيروت العربية، متعاطف كثيرا مع تجربة الجامعة اللبنانية، متعاطف كثيرا كثيرا مع تجربة اليسار اللبناني والتعليم بدول الاتحاد السوفيتي آنذاك. نحن سنة 79 دخل على لبنان تجربتين، تجربة حزب الله تجربة الرئيس الحالي. وصلنا ل 82 عندنا بلد مدمر محتل وتشظي سياسي منقطع النظر. دخلنا بتجربتين، كان مطلوب نعمل الامور التالي: اول شيء نلم الوضع السياسي تحديدا بعد اتفاق الطائف، يعني قبل اتفاق الطائف بشوي، نلم الوضع السياسي ونعيد الاعتبار لمسارنا التدريجي باتجاه الدولي، وبالمقلب الاخر نحرر ارض. بداوا هالتجربتين على المستوى الاهلي، يعني حزب الله بمبادره ذاتيه في موضوع المقاومه، الرئيس الحريري بمبادره ذاتيه عبر مؤسساته التصدي لاثار الحرب والاحتلال. اجت عمليه اتفاق الطائف. اتفاق الطائف كان صار عندنا مقاومه حقيقيه للاحتلال، وكان بدا يصير عندنا شيء من الإرادة الوطنية بأن نحن نعمل تسويتنا السياسية وننتقل من حال الحرب إلى حال السلم، واللي أنا بعتقد في تلك الأيام لو وثقت الصحف والتصريحات والأوضاع والمآسي والويلات في كل أسرة في لبنان، يعني عشيت 89 وكان يجب أن نضعها في كل يوم، أنا نذكر اللبناني هيك كان الوضع وقت اللي رحنا على الطائف. كان بعده مدفع أبو أحمد حد شتيلة، وأنا ذكرتي تفصيلية بهذا الموضوع، وأنا شاهد على يوم دعية في 25 هيك شيء، وجهت الدعوة للنواب اللبنانيين أي زمن كان في بيروت وكيف حصلت على جريدة وما كانت تتضمن الجريدة في ذلك اليوم.
بعد 82 تعاظمت هذه الوظيفتين، اجت مرحلة اتفاق الطائف، استكملت عملية التحرير التي كانت لا يمكن أن تكون وأن تنجح لولا أنه الملفات الأخرى اللي هي إعادة الإعمار والوحدة على المستوى الآخر أيضا شغالة. فالإنماء والإعمار شال التحرير، والتحرير شال الإنماء والإعمار بمسألة تحرير الأرض. إذن عندما تكون دولة مدمرة ومقسمة ومجزعة وأيضا محتلة، إذن لنبلغ صفر الدولة يجب أن نحرر الأرض ويجب أن نعيد الاعتبار لدورة الحياة ولدورة البناء. أنا بعتقد سؤال برسم من تشائم من كل اللبنانيين، لماذا عن طوائفهم؟ لأنه شيء بيضحك أنه أنا كل عقلي أرجع أنا بطائفتي، وبالآخر بيمثلني واحد أقل معرفة مني حتى من مختصر مفيد. اللبناني بمعنى اللبنان، بمعنى اللي بيفكر بأنه هو ذاته الوطنية، أنا ما بقدر أفكر بمعزل عن الشيعة. ولذلك حواري مع سماحة الشيخ هو ليس حوارا بين السنة والشيعة. أنا بعلبك، أول يوم طلعت من بيتي أول رفيق قابلته بحياتي، أول صديق، أول أستاذ، أول مناسبة حضرتها كانت مع الشيعة. وما كان في تفريق أساسا، أخذت معي 30 سنة لاعترفوا فيه، ما كنا نعرف يعني، أخذت معي 30 سنة لاعترفوا فيه السنة بلبنان. أنا بالأخير بعلبك، لبعلبك ما بتقدري تفصلي عن تجربته الوطنية. يعني في طبقية أو يعني اختلاف من ضمن المذهب الواحد إذا كنت من المنطقة. ما هو حتى عند الشيعة اللي باعي أكل لو جنوبي كان منع، بمختصر مفيد سمعت الشيخ من الجنوب بس وبعده لهلا طبعا. ولذلك الحرمان حمته بعلبك، والمقاومة احتضنتها بعلبك، وجبهة الخلاص الوطني احتضنتها بعلبك، واللي حمى الاقتصاد اللبناني على مر التاريخ اللبناني بعلبك، واللي حمت السياحة بعلبك، وبالتالي لا تزال بعلبك بتاخذ منها ما حدا بيعطيها شيء. بالتالي ما فيك تفصليني أنا بحواري إنه أنا سني وسمحت الشيخ شيعي، لا، نحن اثنيناتنا لبنانيين. وصلنا لمرحلة إدراك بأنه أنا كوني نقطة ببحر الإسلام في هذا العالم اللي هو 1,700,000,000، فأنا بكبر بلبنانيتي وأنا مسلم كما فهم المسيحيين بال 1920 بعد تجربة لبنان الصغير، والبطريرك حويك تحديدا أدرك بأنه الكنيسة المارونية نقطة ببحر المسيحية العالمية، إنما هي كبيرة في لبنانيتها. وبالتالي هو اللي مشي بالتحدي أنه لا، نحن بنقدر نعيش نحن والمسلمين، ونقدر نبني شخصية وطنية وتجربة وطنية، نقدر ننصهر بهوية وطنية. إذن أنا أنتمي إلى تجربة عظيمة هي تجربة الوطنية اللبنانية بكل سيئاتها وبكل إيجابياتها، وأعطت علامات عظيمة. بهذا المعنى لو أن نحن سرنا بالألفين بعد التحرير خلطنا لورا وإجا التحرير نحط مع الإنماء والأعمار وصرنا في مسار الدولة، كان عندنا مع اعتراضات كلنا بنعرفها، والله يحميهم ويرد عنهم الأوضاع اللي هن فيها. أنا بعتقد بموضوع الحوار، وأنا ما بدي أمرق بين مرحلات، يعني بين 2003 والآن مرحلة ماذا بدك بسؤال محدد بنحكي عنها وليست قريبة، ولكن أخواننا السوريين نحن في حقبة معينة لهم فضل علينا، بمعنى كنا نحن ودخلوا لبدر بمرحلة تانية عجبهم الدور. يعني أنت بتجيبي واحد يصلح لك البناية، شو بيسكن فيها؟ بالتالي كان كثير منيح بلحظة الألفين بعد التحرير نقول له نحن شكرا، مثل ما طلع بين مطارنا والمطار كان موارنة، نقول له شكرا ونبني علاقات أخوة وثنائية عظيمة. وقت المسلم في لبنان ما قال له شكرا، يعني المسيحي كان عم بيطالب بس جزء من ما هو لا مش مظبوط، كان 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 صارت هيك شكرا بالتدرج. كانوا السوريين عندهم مسيحيتهم وعندهم اسلامهم، ما حدا يعتبر انه والله كان فريقا عن فريق. كان في ارمت شوهان مدعومه من صاحب الغبطه وقت البطريرك صغير، ولكن كل الباقي واللي عم يطالبوا الان باشياء كثيره نحن منا سجاليين، بالذات انا والشيخ، نحن وياك جايين لهون لحتى نقول انه نعم لقاء المستقبل مع حزب الله
لو حدث كما كان قد ابتدأ بين الرئيس الحريري والسيد حسن وكمل، أنا بأكد لك أنه كان لبنان الآن يلعب دورا إيجابيا في التخفيف من آلام سوريا ومن آلام العراق. لو نحن موضوعنا مكتمل، لأنه أنا عندي تجربتين ناجحتين، عندي تجربة إنمائية ناجحة نقيض التجربة الأفغانية، يعني في عندي العرب الأفغان اللي راحوا لحتى يحاربوا الشيوعية، وعندي حريرية لبنان، هيدي اشتغلت على تعليم الناس، وهيديك اشتغلت على تدريبهم على القتال ضد الكفار وضد الشيوعية. وبالتالي لو هذه التجربة وكما كانت تسير لم تصطدم لا بأهواء ما بعد سقوط العراق ولا بتمسك إدارة الأزمة بأن أنتج أزمة لأديرها، لكان البلد الآن من أهم وأكبر وأعظم دول المنطقة. بس بمحل أنه كان بإيدهم الفريقين، يعني ما راح الزلمة ب 1400 كيلو تي ان تي، شو بإيده وينه؟ والشخص الثاني أحو قاعد تحت ما بنعرف وين، يعني وكنا نشوفه هلا ما عادين شيء، والله بيطلع خبر فوق العادي انه سمحت السيد ظهر شخصيا. وينه بهذا المعنى؟ هذا الاستقرار الذي نعم فيه اللبنانيون في السنه الماضيه كان نتيجه هذا الموقف الايجابي، واللي انا منذ اللحظه الاولى دفعت دفاعا قويا عن ما قاله الرئيس سعد الحريري من امام المحكمه الدوليه في لاهاي بسياسة اليد الممدودة في ظل اعتراضات كثيرة من معسكره وخارج معسكره، واللي أنتجت حكومة المصلحة الوطنية. المصلحة الوطنية كلمة كبرى، ريزون ديتاي. المصلحة الوطنية ما ناقصة نعمل حكومة، بدنا نقول نحن شو بدنا بالاقتصاد، شو بدنا بالزراعة، شو بدنا بالسياحة، شو بدنا بكل شيء. بس عم بتصير شوية تسير أعمال هلأ أكثر ما عم بتكون يعني فعلا كلام بالمشاكل الحقيقية وعلاج حقيقي. يعني أنا بعد اللي كنت عم بسمعه بالاعتراض على التمديد بيصح القول ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا ناسيا. ليه؟ لأنه وقت اللي بشوف أنا أنه 143 شاب وصبية لبنانيين اشتغلوا سنوات طويلة وقدموا طلبات ترشيح وراحوا على الانتخابات وكتبوا مسابقاتهم واعدموا اعداما موصوفا، اهلهم ما دافعوا عنهم، 143 شاب وصبية بالشهادات الرسمية راحوا على صناديق الاقتراع وقدموا طلبات ترشيح على الشهادات الرسمية وكتبوا المسابقات واعدمت هذه المسابقات، طلعنا افادات. هذه جريمة انسانية موصوفة، هي بتضرب المستقبل كله، بتضرب علاقتي بالتعليم. شو يعني 128 واحد كان حيتغير منهم 7 8 10؟ افضل يكون ممدد لهم احسن ما يعودوا يجددوا شرعيتهم ويكفوا اللي مبلشينه هلا من اول وجديد. بالتالي وين انا من 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 المصلحه الوطنيه العليا؟ اذا هذه الحكومه عملت لي الحد الادنى، هذه الحكومه استوعبت من أخطر ما يكون ما حصل في عرسان. طب خليني بس أسأل الشيخ الدكتور صادق، يعني تعليقك على الذي قاله خصوصا بفقرة الأخيرة، يعني موضوع اغتيال الرئيس الحريري. بدك تعليق أو تأييد؟ لا بدي تعليق وبدي أولا أنا يعني كل كلام الدكتور أستاذ أحمد كلام إيجابي، في الواقع نحن نحتاج إلى هذا النفس، محتاجينه بكل الأبعاد وبكل الملفات. المشكلة أنه أحياناً التباعد الطويل ينتج تشنجات غير عقلانية وانفعالات غرائزية خصوصاً على المستوى الشارع، وعدم حضور القوى السياسية الفاعلة القادرة على إصلاح الخلل إن كان بطائف أو بمختلف الملفات الأخرى، هو هذا يجرئ الآخرين على استكمال مسيرة الدهس على الدولة. فاليوم من المهم جدا أن يعي أو أن تعي القوى يعني التي تعمل على الحوار خصوصا حزب الله وتيار المستقبل على ضرورة تحريك الحوار لا على أساس التقارب الشكلي وإنما على أساس التكامل وعلى أساس التفاعل وعلى أساس بناء مشروع للمستقبل. يعني مشكلتنا نحن أنه ما بدنا نقعد يعني لا ننظر لبعض، يعني احد الادباء
أو الشعراء كان يقول أن الحب ليس أن ينظر الواحد إلى الآخر، وإنما أن ننظر معا في اتجاه واحد. نحن أحيانا سمحت الشيخ، يعني مثل المحكمة الدولية، اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الحرب في سوريا، هذه ملفات ثقيلة، هاي كيف ممكن إذا صحيح حدا؟ صحيح، أنا بقول أنه في ملفات ثقيلة اللي ما قادرين نحن نوصل حاليا في ظل الأوضاع المحتدمة داخليا وخارجيا أنه نوصل لنتيجة فيه. ممكن نأجلها، ممكن نخليها ملفات ستاند باي على جنب. بالضبط، خلينا نروح على الملفات اللي بنقدر نحن مع بعض انه نعمل تفاهمات عليها. هناك الكثير من الملفات، يعني ملفات الفساد، ملفات الاقتصاد، الاعمار، البناء، التنميه، البيئه، ملفات سياسيه مثل ما قلنا قبل شوي، موضوع الحكومه، التوافق على 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 شكل الحكومه، التوافق على رئيس الجمهوريه. انا كمان هون عندي نقطه اساسيه اليوم، خصوصا في ظل المخاوف المسيحيه، يعني كمان البعض يتساءل انه هل التفاهم بين حزب الله او الحوار بين حزب الله وبين تيار المستقبل يمكن ان يفضي الى عزله المسيحيين او الى ابعاد المسيحيين بالضبط او الى تهميش المسيحيين. يعني نحن بنعرف انه بعض الطائف يعني انتج الطائف صيغه غالب ومغلوب، أنتج الطائف إحباط مسيحي، هذا الإحباط المسيحي أوصل إلى 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 مستوى من يعني الحالة السلبية، بحيث أنه المسيحي لم يعد لديه رغبة بالمشاركة الوطنية والمشاركة في الدولة، هذا أمر مضر جدا. اليوم نحن إذا بدنا نعمل حوار، مع أهمية الحوار على مستوى تهدئة الخواطر والنفوس السنية الشيعية وتهدئة الأوضاع الأمنية، لكن أيضا يجب أن نشعر المسيحي أنه في جوهر وفي متن وفي صلب هذا الحوار الذي يصل. ممكن تخلي يعني المسيحي يحس هالشيء، يعني عبر الموافقة على الجنرال ميشيل عون كرئيس الجمهورية، بمعزل عن 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 هذا الشخص، لكن ما في تفاهمات بالعبور على ميشيل عون. يعني اليوم فعلا اذا نحن بحاجه الى انه نعمل استقرار وطني ومصالحه وطنيه وحاله وطنيه جديده في لبنان، لابد انه كل الافرقاء يشاركوا بهذا الحوار. فاذا اليوم حتى ما يظن البعض انه هذا الحوار يمكن ان يعمل ثنائيه في وجه المسيحيين، خصوصا انه المسيحيين اليوم يشعرون بمخاطر وجوديه بالمنطقه كلها، وأيضا لم يحصل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، فهذا كمان أيضا يعني يشعرهم بأنه هن يعني شو اسمه عنوان تفصيلي فرعي في هذا الصراع وفي التسويات اللي عم تصير إن كان داخلية أو خارجية. اليوم مهمة الطرفين السني والشيعي، تيار المستقبل وحزب الله، أن يشعروا المسيحيين إن كان المسيحيين بشكل عام أو من خلال التيار الوطني الحر، أنه هن جزء من هذه التسوية، أنه نحن لا يمكن أنه تنعمل تفاهمات بمعزل عن المسيحيين. المسيحيين جزء من الصيغة اللبنانية، ولا يمكن أن تصبح الصيغة اللبنانية صيغة منتجة وصيغة قابلة للحياة بمعزل عن المسيحيين والقوى الرئيسية في هذه الطائفة. فاليوم مهم جدا نركز على هذه النقطة، وبالتالي يجب أن يكون العماد عون. هلأ بدنا نقول أنه يعني سماحة السيد هو طرح العماد عون كمرشح لقوة 8 آذار، الطرف الآخر أيضا طرح مرشح، لكن بس البعض يقول أنه طرح العماد عون هو لحرقه، يعني في بعض قرأ بهذه الطريقة. لا يعني أنا ما بدي أروح إلى هذه القراءة، رافض الترشح من الأساس، يعني هو طرح حاله كمرشح توافقي إذا بدك. جيد، كمان عم بقول إذا هو طرح نفسه كمرشح توافقي أو كمرشح لثماني أذار، أنا عم بقول أي تسوية أو أي حوار داخلي بين حزب الله وبين تيار المستقبل يجب أن يمر عبر العماد عون وأيضا القوى المسيحية. حد ذاتها نقطة خلافية إذا بدك تمر عبر العماد. لا بالعكس، ليش نقطة خلافية؟ خصوصا أنه تيار المستقبل، لا تيار المستقبل كان إيجابي جدا في الحوار مع العماد ميشيل عون، عمل حوار 6-7 أشهر اللي هن وكاد أن يصل إلى تفاهم حقيقي، لكن الظروف الإقليمية وتوازنات الإقليمية لم تسمح لإنتاج صيغة داخلية وتفاهم داخلي يوصل العماد عون أو
غير العماد عون. يعني بدي أقول شغلة أنا، أنه حزب الله ليس يعني متمسك بالعماد ميشيل عون كمرشح أزلي أبدي، أزلي أبدي، أنه يا العماد عون يا أنه الفراغ الطويل الأبدي. لا مش هيك، ما فيها حزب الله عم بيقول، حزب الله عم بيقول نحن إذا بدنا نعمل صيغة تفاهم حول الاستحقاق الرئاسي لابد أن نتحدث مع العماد ميشيل عون. يعني هون حزب الله عم يطلب من القوى 14 أذار ومن تيار المستقبل أنه يتفاهم مع العماد عون. هلأ بيتفاهم معه على أنه يكون رئيس، بيتفاهم معه على أنه يسمي رئيس، يسمي رئيس، يكون هو صانع رئيس، هذا موضوع تاني. ولكن عم أقول أنا الصيغة حتى تكون مكتملة الأبعاد والمواصفات يجب أن تمر عبر المسيحيين وأيضا من خلال العماد ميشيل. هذه فكرة كتير مهمة، هذه بيطورها معك أستاذ أحمد، لأنه يعني وهل فعلا يعني أي حوار بين تيار المستقبل وحزب الله يعني إلغاء المسيحيين أو عزل المسيحيين؟ خلينا نتوقف للحظات نحن بعدها لمتابعة هذه الحلقة من كلمة حرة، حزب الله وتيار المستقبل بين إدارة الأزمة وأزمة الثقة. عودة إلى كلمة حرة. كان عم نحكي شيخ دكتور صادق عن يعني عزل المسيحيين، أو هل ممكن أي حوار بين تيار المستقبل وحزب الله أن ينحي المسيحيين جانبا، وشدد على أهمية أن يكون هناك فعلا حوار عبر العماد ميشيل عون تحديدا. هلأ سؤالي، هل فعلا كان هناك تفاهم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بس 7 أشهر اللي عملوا فيها حوار ثنائي، بس كان في إرادة سعودية ما رفضت، يعني كان في رغبة يعني أو اتفاق أنه إيه ما كان في مانع من قبل تيار المستقبل أنه يجري الرئيس العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية؟ أو 3-4 مواضيع، وفي مواضيع على سنة الشيخ. أول شيء نحن قتلين حالنا تنكون محل اهتمام إقليمي ودولي، وهذا لن يحصل حتى لا. هذا فضيل، خلينا نكون بكل صراحة والقاسي والدامي، ومع احترامي للكتاب الكبار والمحللين الكبار، واللي أنا واحد منهم للأسف الشديد، ما حدا فاضي للبنان. حاولنا قتلنا حالنا أنه نحن وين نسيتونا، ما كنتوا تجوا وتروحوا. هذه أزمتك صار 7-8 أشهر، ما حدا سائل، عدتي بالحكومة 11 شهر ما حدا طال. تتذكري أنت قبل الدوحة اللي رايح عمرو موسى صديقنا وصديقك إجا 11-12 مرة. هلا ما حدا سائل، ما حدا فاضي للبنان، لانه اللي عم يصير بسوريا وبالعراق ولسنوات طويله، وما طرأ عليها وما نشأ من تحالفات دوليه، و21 رئيس اركان بالعالم اجتمعوا بشكل دوري، ومليارات و750 مليار دمار، 750 مليار دمار حتى الان في سوريا والعراق، وتطرف وارهاب، و140 الف جبهه قتل، يعني حدا فضيلة. وقت اللي كنتم وكانوا مهتمين فينا كنا أكثر ناس عم يقتلوا بعضهم بالمنطقة. هلا نحن عارف شيء، نحن عنا شوية بصر، يعني تحمل سنة واثنين وثلاثة ما حدا يكب. بموضوع الطائف، أول شيء الطائف لم يظلم المسيحيين، مسيحيي الطائف ظلم، ولكن الطائف لم يظلم المسيحيين، لأنه لما جينا على الطائف أول شيء كنا 45-54 ببرلمان 99، كان عندنا 99 نائب، 54 مسيحي 45 مسلم. ايه بس مين ظلم مسيحي الطائف؟ قلت انه انظلم. صاحب سمعها مرة كلمة انه طائف ظلمه. لا ما قلت هيك آه انه كان في صيغة غالب ومغلوب. لا ولا في صيغة غالب، الاحباط المسيحي تم تظهير، تم تظهير يعني المشهد كان يوحي لاسباب مباشره، لاسباب مباشره، وانا كتبتها بالتفصيل الاسبوع الماضي، وبقيوا ل 96 مش مشان لا لك ليش، لا لك لا لك لا 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 الطائف انتخب فيه ب 25 تشرين الثاني 1989 رونيا معوض بمطار الإعلام، اللي هو نفس اليوم تبع التمديد 5 تشرين الثاني 2014، يعني بالذكرى 25 بالدقيقة والثانية تعمل مجلس النيابي ومدد لنفسه، ومدد لنفسه، وهذا تقابل مهم جدا، هالربط بين التاريخين بعد 25 سنة، 5 تشرين الثاني 25 تاني إنقاذ الجمهورية. انتخب رونيا معوض بتوافق مع الكنيسة ومع كل اغتير رونيا معوض، طلب البطرك أسبوع لأنه يأخذوا وقتهم يختاروا بديل، لم يعطوا هذا الأسبوع.
انتخب رئيسا للجمهورية خلافا لرأي مين ما عطاه السوريين؟ طبيعي أخذوهن على شتورة وعلى على على بالميرا ببعلبك وانتخب ببارك أوتيل. يعني مين رئيس الرئيس الرئيس رنا معوض؟ اغتيلوا الرئيس رنيه معوض لانه هذا ملف اذا بدنا نفوت فيه بنكون عم ننكأ جراح. نحن خلينا بالجو اللي نحن عم نقول فيه انه محطه انصدمت فيها الكنيسه المارونيه لانها لم تعطى اسبوع باختيار البديل. هذه اول محطه. المحطه الثانيه نحن وقت اللي جينا عدلنا اتفاق الطائف كل اللي عملناه انه رفعنا المسلمين لل 54. فالطائف اقر عدد مجلس النيابي 108. كل اللي عملنا زدنا 20 بعد ما راحت سوريا على الكويت قاتلت مع الامريكان بدول اعلان دمشق بعاصفه الصحراء لاخراج صدام حسين من الكويت وصار لقاء المعلق الشهير وتم الاتفاق اكتشفوا انه لبنان نظام برلماني السلطه الاساسيه فيه بالبرلمان بس عن قصه تمثيل المسيحيه يعني كان العماد عون منفي وكان الدكتور سمير جعجع بالمرحله عم بحكي عنها انا بالمرحله عم بحكي عنها كان بعد كان بعده بعد بعبده كان بعده بعبده وقبل الاجتماع الامريكاني السوري بالمعلى لم يعطى ضوء احمر للطيران السوري بان يطرق ينضرب بعبده وقتا عطى بنفس الوقت جينا اثرنا عمر المجلس النيابي الذي اكتملت عناصره بالتعيين بدل الشغور اللي كان بالوفاة وبالإضافات وصار عندنا برلمان 108 نواب مدد له ولاية كاملة 4 سنوات على أن يقوم بتحويل وثيقة الوفاق الوطني إلى قوانين وإصلاحات و و و و وتدابير إصلاحية وصار في انتخابات مبكرة وقتها انقصف عمره هيدا ب 92 ورفعوا عدد النواب لل 128 وبالتالي زادت نواب مثل ما بنعرف نحن وتمت السيطره على الدوله كلها من خلال السيطره على المجلس النيابي هون وقع الاحباط المسيحي وقت انت ما رديتي عليهم بعد اغتيال رنيه معوض ضربتي ميشيل عون بالطيران عملتي الانتخابات تعالتي جعجع جبتي نواب ب 43 صوت كان في نواب بمجلس النيابي 92 ب 43 صوت هذا اللي عمل الاحباط اجت تجربه الاقتصاديه الاجتماعيه لحكومات الرئيس الحريري تخفف من سوداويه المشهد وبدات مسيره المقاومه تعمل انجازات بلشت تعطي شيء من الامل كلها اجتمعت بال 96 وقت اللي كل اللبنانيين وقفوا مع المقاومة وقت اللي انعمل شيء اسمه تفاهم لسان تفاهم لسان ليس محطة عابرة هو اعتراف دولي بالمقاومة اللبنانية للعدو الإسرائيلي وحق لبنان بتحرير أرضه هذا إنجاز تاريخي هذا إنجاز تاريخي لحد هلأ رايحين الفلسطينيين يطالبوا فيه بالأمم المتحدة بعد 70 سنة من احتلال أرضه وبالتالي كان انجازا كبيرا بهذا المعنى ما في مظلوميه ما في غالب ومغلوب بالطائف لانه هالصلاحيات اللي اخذتها من رئيس الجمهوريه وزعتها على كل مجلس الوزراء يعني لما انت بتجي بازمه الحكومه البتراء وقبل الدوحه انطرحت نظريه الوزير الملك شو يعني الوزير الملك يعني وزير اقل طائفه في لبنان بيعطل قرار مجلس الوزراء مثل هلا بمجلس الوزراء اي وزير بيعطل قرار مجلس الوزراء فما اخذ من رئيس الجمهوريه بصلاحياته التنفيذيه اعطي للطوائف مجتمعه في مجلس الوزراء وحافظ على ارجحيه الموارنه داخل التعداد المسيحي بالكتله ال 64 في 35 نائب بس قديش هالنظام ماشي يعني في في كربجه للدوله أوكي. يعني لأنه, لأنه شو اللي صار؟ لا اللي ضد الطائف اريانينو ولا مع اللي مع الطائفة يعني اجت انعملت هيك بروباغندا بانه الطائف عطى السنه طيب شو عطى السنه انه السنه كان رئاسه مجلس الوزراء وصلاحيات السنه كان عندهم 21 نائب ببرلمان ال 99 الشيعه كان عندهم 19 كان رئيس مجلس النواب نعمل له امتحان كل سنه كل سنه نسقطه ونربحه لانه في اكثريه غالبه
وكان رئيس الحكومة اسمه وزيرا أول، كان يعينه ويقيله رئيس الجمهورية ويسمي من بينهم وزيرا أول، وبالتالي ما كان عندك رئيس حكومة. الإضافة اللي حصلوا عليها السنة بعد الطائف، ورفيق الحريري كشخص مش كموقع رئاسة الحكومة، ما هي رئاسة الحكومة، كم رئيس حكومة صار جاي، شو اللي ضايق؟ اللي حصل باللي كنا عم نتفضل فيه، لنرجع لموضوع الحوار، أنا لو ماروني في السنوات القادمة لاجتمعت على إدارة المصالحة بين السنة والشيعة. الذي حصل أنه في بعض المجانين رح يستثمروا بهذا النزاع. يا حبيبي هذا النزاع بيخرب البلد وبيخرب المنطقة وبيخرب الكرة الأرضية، العالم كله خايف منه. يعني عم تقول أنه هن المسيحيين بذاته نقوا جبهات معينة وانكفأوا بجبهة ثانية؟ أنا أقول أنا لو كنت مارونيا لكانت غايتي الأولى هي الـ 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 عدم الاستثمار بالنزاع السني الشيعي، لأن الاستثمار بالنزاع السني مثل السني الشيعي مثل اللي قاعد على برميل بارود عم يعطيه كبريتي. ما أنا وياك حنطي. هل فعل ذلك المارونة اللبناني؟ نعم، بعض الموارنة في لبنان اعتبروها لعبة إنه نقاط ونقاط مضح. يعني أنا لا يمكن أن أقف مع عزل رئيس الحكومة السني كما عزل، أنا لا يمكن أن أقف مع تشكيل رئيس حكومة ليس لا يملك تمثيله، مش لا يجي الرئيس الأقوى لا يملك تمثيله، وبالتالي بس ما هو إنه كمان السن اللبناني ما عم يوقف مع المسيحي الأكثر تمثيل. السن اللبناني حبيبتي بعد 7 أيام، حتى نشهد له لهذا الزلمة اللي هو الرئيس سعد الحريري، بعد 7 أيام بال2009 شكل حكومتين على قاعدة تفاهم نصر الله الحريري، والحكومتين تعسروا لأنه في جوائز طردية بدها تنعطى للحليف المسيحي لحزب الله، وسقطت الحكومة من ذلك المنزل، وكلنا بنتذكر حفلة الشامبانيا وما حصل. وبالتالي في استهوان بالاستثمار بالنزاع السني الشيعي. هذا النزاع مش السنة والشيعة لازم يكون قلبنا عليه، هذا لازم يكون كل الطوائف اللبنانية وكل العالم بالمنطقة. كيف عم نعمل وليد بيك يعني. ممتاز اللي عم يعمله هو والرئيس بري الآن، وأنا بأيد هذا المسار، ولكن بلحظة ما ضعفوا أمام هذا الضغط والضغط المضاد. وبالتالي اللقاء الإسلامي على نهائية لبنان هو الضامن الوحيد لنهائية لبنان عند المسيحيين. وبالتالي شو اللي بيمكن يتفهموا عليه يعني السنة والشيعة في لبنان؟ على أننا لبنانيون نريد أن نكون مواطنين لبنانيين في دولة واحدة جامعة وضامنة وعادلة ومنصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتحفظ حرية الرأي والمعتقد بالأقليات. إذا خرج السنة من الدولة اللبنانية وخرج الشيعة من الدولة اللبنانية لا يبقى شيء من لبنان. وأنا بنصح كل العالم وبقوله إذا السنة هن التطرف والشيعة هن التطرف، أنا بنصح كل اللبنانيين بما في السنة والشيعة المعتدلين يفلوا من البلد، ما بيعودوا بينعاش بالبلد. وصلنا لهالمرحلة ولا بعد برأيك؟ أنا برأيي لا، ما وصلنا لهالحال. نحن عنا فتحنا على مصيبة الحريق السوري، لم نتصرف بأي شكل من أشكال الحنكة والحكمة والدراية، بمعنى ما حدا كان شايف، ما حدا كان شايف الحريق السوري له. يا ستنا مش بدي بالحريق السوري من كل الأفرقاء برأيك؟ أنا الكل ما كان شايف. أنا على الأقل بدي بتابع لي 18 ساعة منها. يعني أنا ما كنت متوقع الموصل، ما كنت متوقع العراق يسقط 10 ساعات. بعد عشر سنين من وجود أعظم جيش بالعالم الجيش الأمريكي فيه، ووجود أقرب دولة وأقوى دولة وتفهم الدولة بعمقها الدولة الإيرانية، انه يحصل يطلع عندي زهرة الدولة الاسلامية بعشر ساعات بعد 10 سنوات لاقوى دولة في المنطقة ولاكبر دولة في العالم، لا بدي انا افكر ميدو. يعني الاخضر الابراهيم يعتبرها مهمة سياحية. عن شو عم نحكي؟ راح العراق 10 ساعات، وسوريا انا اي سوريا عم نحكي؟ وبعد في سوريا ما انا عندي هلا. والخوف انه يصير بلبنان شيء مماثل، يعني في ناس عايشين انا بعتقد وقفت الرئيس سعد الحريري من لهاي وقال الكلام، واثنيناتهم شو اخذين؟ يعني اذا بتجي بنشوف انه كل ما هول التقوا على يمين وعلى شمال، مين في مين بده يدفعهم فواتير؟ دفعوا فواتير بالحكومه قد ما بدي، وكلنا بنعرف انه المصلحه الوطنيه العليا عند مبادره الرئيس الحريري اللي لقى لها السيد حسن نصر الله بتشكيل الحكومه،
تحولت بعد ما حصل هذا اللقاء إلى حسابات شخصية عند القوى السياسية، كما حصل بعد تفاهم نصر الله الحريري بعد انتخابات 2009، وكان ربحان الانتخابات وجلالة الانتخابات. قال أنا بدي مد إيدي، صار مدد إيده مليون مرة، كل ما مد إيده وتمدت الإيد الثانية بفوت الابتزاز على الموضوع. أنا أيدت بقوة انفتاح الرئيس الحريري على حوار وغير. بس هذا لا يعني أنه مسألة رئاسة الجمهورية بإيد الرئيس سعد الحريري أو بإيد السعوديين. ما حدا يضيع البوصلة، في دول، في دول كبرى وفي دول عظمى تؤجل وتؤخر وتقرر وتريد. واللي ببكستنا أنه المرشحين بيعرفوا أنه بيحكوا عن السعودية وبيحكوا عن إيران وبيحكوا عن الملف النووي وبيعرفوا عن كذا، وهن بيعرفوا وقت اللي عم يقابلوا السفراء اللي هن بيسمعوا لهم بدقة شو بيقولوا لهم عن حظوظهم وعن متى الرئاسة. كلهم يسمعوا كلاما قاطعا ونهائيا عن التوقيت وعن المواصفات، أنه هلأ ما في نية، لا أنتم مواصفاتكم ماشي حالا ولا التوقيت مناسب. كلهم سمعوا هذا الكلام دون استثناء أحد. يعني مجموعة تعليقات على أستاذ أحمد ما شاء الله، يعني بحر كثير. أنا بدي أقول أنه الطائف أعاد إنتاج النظام الطائفي بشكل متوازن ليكون هذا التوازن مرحلة انتقالية لبلوغ اللبنانيين يعني نظاما غير طائفي. فهذه مسألة كثير مهمة بخصوص الطائف. المشكلة وين؟ أنه الخلل بالنص، الخلل بالنص أقل من الخلل بالتطبيق، أو خلينا نقول الاختلال بالتطبيق. دائما كنا نحن نروح على الطائف ونقول إنه النص هون مش مكتمل، النص هون منه حاوي مختلف الأبعاد، لكن فعليا المشكلة كانت تكمن في التطبيق. إذا منلاحظ نحن يعني على يتفضل فيه له علاقة بما يحكى عن الإحباط المسيحي، الإحباط المسيحي منه منشأ النص، يعني هذا القصدي أقوله أنه منه منشأ النص، إنه منشأ التطبيق. إذا منلاحظ نحن الطائف، يعني من إيجابيات الطائف أنه كل تشكيلات وتأليفات الحكومات كان ينبني على أساس التوافق، على أساس الوفاق الوطني. يعني هذه نقطة مركزية وأساسية، بينما كان قبل الطائف الاستثناء هو أنه تتشكل الحكومات على أساس الوفاق الوطني. هذا الأمر يسجل للطائف، لكن نحن لما نروح على التطبيق، لما نروح على الممارسة، عم يشعر المسيحي أنه خارج المعادلة، ما عم يشعر أنه حضوره فاعل. هذا عم بحكي بأول سنين حتى الآن. اليوم أنا ليش عم بحكي هذا؟ لأنه مثلا حكومة الرئيس مئاتي كان فيها 10 من التيار الوطني الحر. صحيح، أنا عم أقول اليوم شو عم يشعر المسيحيين. نحن ما بدنا نرجع إلى مثل هذه الدائرة وإلى مثل هذا المستوى وهذا الشعور العام عند المسيحيين بالإحباط. يعني نحن لا نريد أن نكرر تجربة 43 وصيغة 43. صحيح، هذا الشعور برأيك ما كان سببه الانقسام المسيحي كمان جزء منه؟ نعم، بدون أدنى شك أنه جزء منه بيتحمله المسيحيين، هذا الانقسام العمودي اللي صاير عند المسيحيين أيضا ينعكس سلبا على الجو المسيحي العام وعلى الجو الوطني العام بمحل شوي يعني ملائم لحزب الله وملائم للمستقبل. يعني هذا الانقسام فايد اثنين، خلينا نقول هو بس مش فايد الوطن، يعني مش فايد الوطن عم يضيع انجازات اثنين بلعبه ما لايم. هلا تجاوزناها من زمان، يعني هن المسؤولية عندهم هلا صارت مسؤوليتهم يستثمروا باللقاء او يوصلوا لتفاهم، يجب ان تكون قضيتهم هو لقاء السنة الشيعة. هذه أهمية المسيحيين الآن في لبنان، أنه يكونوا مثل سنة 1920، ولا مسلم كان بده لبنان كبير، بتحدي كبير. مسيحيين راحوا بموضوع لبنان الكبير وفاتوا بتجربة وطنية، فاتوا بتجربة وطنية. الآن الموضوع في لبس. هذا تحدي الكنيسة، الخلاف على السلطة شيء والخلاف على الوطن شيء آخر. نحن أزمتنا الآن يبقى الكيان أو لا يبقى، أنا من يحكم لبنان آخر همي، لأنه أنا بعتقد أنه هذا لبنان سيبقى مجتمعه الأهلي القطاع الخاص والأفراد فيه أهم من كل اللي بيطمحوا يكونوا جزء من السلطة. انت لاحظ من هذه الفترة من يحكم لبنان؟ مش
يعني بمحل اخر همه. اكيد اخر همه. للاسف هل يمكن يعني الاستثمار على ذلك؟ لبنان بقي يعني من الطائف تقريبا رهينة منطقة وسطى، يعني ما قدر يروح على نهاية الحرب الأهلية وآثار الحرب الأهلية، وأيضا يعني السلم الأهلي لم يكتمل. مشكلة لبنان ما زال منذ الطائف حتى الآن في هذه المنطقة. مصر في حوار حقيقي، مصر في غسل قلوب. طيب شو بالطائف، بالطائف قام على ركيزتين أساسيتين، هن الإصلاح السياسي والسيادة الوطنية. طيب الإصلاح السياسي، الإصلاح السياسي متعلق في بناء مؤسسات الوطن. طيب اليوم نحن وين ببناء هذه المؤسسات؟ مشكلتنا نحن يعني كسلطة سياسية وكسياسيين دخلوا على هذه السلطة أنهم فشلوا فشلا ذريعا في بناء السلطة، في بناء الدولة الوطنية التي تجمع كل اللبنانيين، وساعتها ما حدا يفترض أنه ما حدا يشعر بالإحباط والتهميش. السياسيين فشلوا عم نتحمل نحن آثار ونتائج فشلهم. لذلك اليوم إذا بتلاحظي، إذا بدنا نعمل توصيف للدولة، الدولة اللبنانية هي دولة فاشلة، هي دولة ضعيفة، لا تستطيع أن تحكم، لا تستطيع أن تحافظ على حدودها، لا تستطيع أن تسيطر على مبراتها، ما في هيبة للدولة، الجيش يرمى بالسهام من قبل ناس بالسلطة اللبنانية. فهذا الوضع وضع كارثي. فإذا اليوم فعليا الحوار، كمان خلينا نعود لهذه النقطة المحورية والأساسية، اليوم أي حوار بده يصير يعني بين حزب الله وبين تيار المستقبل، يجب أن ينظر فعلا إلى مشروع مستقبلي، إلى برنامج حكم حقيقي. اليوم نحن نحتاج إلى أن نخرج من هذه الدائرة الجهنمية، إن كان على مستوى الداخلي وإن كان على مستوى علاقاتنا مع الأطراف ومع الخارج. مشكلة اللبنانيين اليوم أنه يعني دائما كانوا يقولوا أنه الأطراف الخارجية هي الأساس. ليست الأساس ما عم أقول ليست الأساس، في دور خطير وكبير جدا للدول الإقليمية والدولية. طب مثلا في تعقيد المشهد شوي هيك، لما أنه ممكن تعرف، بس خليني أقول الموضوع الإيراني بس. نعم. بدي أسأل، حزب الله قد عنده هامش حرية؟ حزب الله في يعني في مواضيع الداخلية، يعني بماذا تتدخل إيران وماذا لا تتدخل؟ استقلالية تامة. وبدي أسأل نفس الشيء بالنسبة للسعودية، لأنه دائما بيقولوا أنه مسير غير مخير، وهناك نفس الشيء بموضوع يعني خلينا نشو اسمهم، نقرأ الواقع ونشوف شو صار. بموضوع رئيس الجمهورية، أكثر من طرف دولة ذهبوا إلى إيران وذهبوا حتى إلى سوريا، طلبوا من سوريا وطلبوا من إيران ضغط على حزب الله في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية. اثنيناتهم جاوبوا انه الموضوع داخلي والموضوع يجب ان تعودوا فيه الى الضاحية الجنوبية والى سماحة السيد حسن نصر الله. هذا بيدل على استقلالية حقيقية، بينما الطرف الاخر لا، عم نشوف انه يعني مكبل بعوائق اقليمية، بحسابات إقليمية. قديش هامش المناورة أنا ما بعرف، ولكن هذا التعطيل اليوم، هذا التعطيل باستحقاق رئاسة الجمهورية منه نابع من عدم رغبة حزب الله، بالعكس حزب الله منفتح جدا وهو يدعم أي توجه في هذا الصدد، سواء على اسم العماد ميشيل عون أو على أي اسم آخر يتم التوافق عليه، لكن علينا أن نذهب إلى حوار. بس هذا حديث جديد ما سمعناه من قبل، يعني لما يكون السيد حسن نصر الله قال مرشحنا نحن هو العماد ميشيل عون. نعم. وكمان يعني كمان 14، لا عم بقول أنا 14 آذار لهم الحرية في أن يطرحوا مرشحهم، و8 آذار لها أيضا الحرية أن تطرح الحوار مرشح على رئاسة الجمهورية مع ميشيل عون. ونحن حاضرين، يعني نحن حاضرين بالحوار في الملفات الأخرى، يعني وكأنه جاء شرطا من السيد حسن، لأنه اللقاء بين سعد الحريري وسماحة السيد يكون خارج موضوع رئاسة الجمهورية، لأنه موضوع رئاسة الجمهورية يبحث مع حليفنا ومرشحنا العماد ميشيل عون. يعني كان يريد أن يقول لميشيل عون أنه أنا حواري مع التيار المستقبل ومع الرئيس سعد الحريري
لم يتطرق إلى موضوع رئاسة الجمهورية، هذا النص كما جاء. المسألة اللي عم تتفضلي فيها حول مسألة إيران، ما فيك تحط إيران والسعودية، ما فيك تحطهم على نفس المستوى من التدخل يعني. بدك تحط إيران وتركيا، لأن إحنا لما 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 إجا يتركب الإقليم بآخر قمة بسرت، آخر قمة عربية من بعد تصبح على خير، انطرحت مسألة سياسة الجوار العربي. الآن أنت لو بعد لو بعده الرئيس الجمهورية في مصر مرسي، كان تركيا حكي معك مختلف حتى في لبنان، وبالتالي عم ينقام نظام إقليمي جديد، إيران جزء فاعل ومؤثر فيه، وتركيا جزء فاعل ومؤثر فيه. الآن هناك تناقض حقيقي بين مصر والسعودية وتركيا، وبالتالي من الظلم، وبالذات حول موضوع سوريا وموضوع العراق. ولذلك أنا خليني أشوف المحل الأكثر وجعا على السعودية، مش لبنان الأكثر وجعا على السعودية، الأكثر وجعا هو العراق، لأنه خسرت الخليج والقبائل نفسها. اليوم لما فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقية بيزور الملك عبد الله وبيقول له أنا جئت وقد أوصاني سماحة الإمام السيستاني بأن تكون علاقتنا مع العراق مع السعودية على أفضل ما يكون. حاجه تخلو اللبنانية إنه الموضوع متعلق فيهم، نحن مهمشين ياسد شدة، نحن ما حدا فارقة معه غير إنه بالحد. بس عم بقول الشيخ صادق إنه مكبلين إلى حد ما بالسعودية، يعني السعودية كان عم تفيدوا على أنا السعودية تهتم في لبنان منذ 7 سنوات 8 سنوات، وأنا شاهد على ذلك من موقعي اللي له عدة محلات فقط بالجيش وقوى الأمن اللبناني. أنا إذا بتعطيني السعودية هال4 مليار أصرفهم على السنة في لبنان، والله أحسن شيء برجع ببعث لي 70-80 ألف واحد على الام اي تي وبعلمهم وبخلص من مشكلتي، واللبنانيين يروحوا يدبروا حالهم يجيبوا سلاح. الموضوع جاي غير هيك، الموضوع أنت على 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 دم عرسان تجي السعودية بتقول لك $1 مليار لقوى الأمن الداخلي وللجيش اللبناني لتمويل سريع لمحاربة الإرهاب، بتوقع لك $3 مليار عبر فرنسا اللي هي معروف فرنسا وعلاقتها بلبنان الكبير وعلاقتها بالاستقلال وعلاقتها بالعمق الأمنة الحنونة فرنسا، انه بيصير التسليح عبر الفرنسيين وبصناعات فرنسية لحتى نرجع نعيد التطمين للمكون الوطني المسيحي مع عمق الدولة. طب هذا اللي عم تستثمر السعودية هون، بقي ما بقى هيدي دار الأيتام، خلي يروحوا يسألوها إذا السعودية عطيتها شيء من 7 سنين لهلا. هيدي المعاصي، هاي مأوى العجزة، عم سمي ماني عم بعطي معلومات، عم بعطي معلومات قديش أنا عم بعطي معلومات. هيدي دار الأيتام وهيدي دار العجزة وهيدي جمعية المعاصي، روح يسألوهم إذا السعودية دعمتهم بشيء من 6-7 سنين. أنا عم أقول كلام واضح على الهواء. أنت عم تقول هيك حتى تقارن مش مع إيران. مش أنا اللي مش أنت اللي عموله، أنا اللي عموله إنه السعودية منشغلة في الاستقرار في لبنان. بالتالي ليش ما قالوا إنه عم تحط 3 مليار؟ لأنه كان بدها تمدد للرئيس سليمان. شوي صار بدها 3 مليار مشان انتخاب قائد الجيش. شوي هذا حكي سوالف في لبنان، خلاص لبنان حجمه الإعلامي أكبر من حجمه السياسي. صار عندنا مشكلة من نعبي هواء. عم ناكل هوا، هذا اللي عم يصير معنا. السعوديين عندهم مشكلة بجنوبهم، وعندهم مشكلة بشرقهم، وعندهم مشكلة بشمالهم، وعندهم مشكلة بالبحر الأحمر، وبالتالي حملوا كل استقرار مصر. أدى حجم السعودية حتى تحملي أكثر تحمل. نعم، ليس هناك حتى هذه اللحظة نحن ارتبط ملفنا بالملف السوري، وارتبط حالنا بالميدان السوري، وعندك 1.5 مليون سوري يعني بدنا ننطر الملف السوري حتى يوصل لمحل. بالمناطق الموجود فيها التهجير السوري هو اضعاف المواطنين اللبنانيين، ان كان بعكار وان كان بالبا، وما حدا يتخبى ورا اصبعه، حيث تواجدهم اللي موجودين بارسال 3 أضعاف اهل ارسال. هذا بتقريبا انا بدي اقول شغله، عفوا، انه فهم الروابط بين الصراعات المحليه بين القوى المتنافسة على الساحة اللبنانية والصراعات عبر الحدود وطموحات الدول الإقليمية والدولية مهم جدا. لكن عم أقول أنا بالناحية الثانية، عم أقول حزب الله عم بيقول أنه نحن
خلينا نعزل النار السورية عن لبنان، من يصير في ربط نزاع بين لبنان وبين سوريا بهذه الحدة. اليوم نحن في ملفات قادرين نتوافق عليها، وأنا بتقديري حتى ملف الرئاسي، يعني الانتظار مثل ما عم يقول الدكتور أحمد، الانتظار ما يأتي به الخارج والتوافقات اللي بدها تصير بالخارج ربما تطول. أنا ما عم أقول ما توصل لحال، ربما تطول، يعني نحن ما نربط حالنا بالتفاهم السعودي الإيراني، لا نعم. أنا بقول اليوم في حركة إيجابية عم بتصير على صعيد المنطقة، اليوم الرئيس العراقي في السعودية، في حركة عراقية سعودية إيجابية، هذا بينعكس على الملف الإيراني السعودي اللي عم بيصير بمسقط بين الاتحاد الأوروبي وبين أمريكا وبين إيران، جدا مهم. هذا بينعكس إيجابيا على الوضع اللبناني، لكن دائما نحن عم نربط حالنا، يعني إذا ما حدا ربطنا نحن عم نربط حالنا. في خصوص الملفات الداخلية نحن لازم نشتغل على حالنا ونقول أنه يجب أن نفرض واقعا معينا، سواء كان بموضوع الاستحقاق الرئاسي أو الانتخابات النيابية أو بأي ملف سياسي آخر. ليش عم نضلنا نحن دائما مكبلين بما يحصل في الخارج ونقول أنه نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا؟ يعني بالحرب الأهلية اللبنانية كانوا يقولوا أنه نحن يعني حرب الآخرين على أرضنا، حرب الآخرين، نتيجة أنه شو يعني طلعت عبارة كتير هيك فاقعة، أنه اللبنانيين أقوياء في الحرب ولكنهم ضعفاء في السلم وفي التسوية. شيخ صادق، لنكون عملانيين، شو مستعد حزب الله يعطي في هذا الحوار؟ مستعد للآخر. حزب الله من البداية أصلا ليست لديه مصلحة إلا الاستقرار الداخلي، وكل الدماء التي قدمها في جنوب لبنان وفي البقاع الغربي، كل هذه الدماء والتضحيات هي من أجل أن تبقى الصيغة اللبنانية، هذا التوحد اللبناني، هذا الاجتماع اللبناني، هذه الألفة اللبنانية. حزب الله عم بيقدم دم كتير موجودة هلأ، خلينا نكون يعني مش كتير موجود هلأ ألفة وتوحد، بمعزل. أنا عم أقول لك هو شو نظرته، بي بي شو نظرته بي 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 كيف يفكر حزب الله، كيف يفكر حزب الله. حزب الله يفكر أنه كل شيء يقدمه هو في سبيل لبنان، في سبيل الهوية اللبنانية، في سبيل كل اللبنانيين بدون تفرقة وبدون استثناء. هلأ البعض بده يقدر ما بده يقدر، هذا شأنه. حتى اليوم اللي عم بيصير هو في هذا الإطار. اليوم حزب الله أصلا يعني لم يدخل إلى السلطة وتنازل عن السلطة، يعني بالألفين كان مفترض أنه هو يحكم، حكومات ما دخل فيها الحزب. بالألفين وستة كان ممكن أنه هو يفرض شكل الحكم، أن يشارك بقوة. عم بيقول يا عمي أنا بدي أحمي ظهر المقاومة، أنا بدي استقرار داخلي. هناك من يقول أنه حاكم من دون ما يحكم، هذا ادعاء بدون يعني هلا خلينا دليل بدون دليل. قبل ما نكفي بهذه الفكرة، بس بقول تسمحوا لي أقرأ كم تعليق، وكمان عنا بعد فكر إعلان أخير. محمد عتاني بيقول: حقيقة الأمر مرتبط بالملف النووي الإيراني وبالملف السعودي الإيراني، كما حصل معنا بالملف الحكومي، حيث أن كان تيار المستقبل يقول لا نريد أن نشارك بحكومة فيها حزب الله، فجأة جاء الوحي الخارجي وقبلوا، ونفس الشيء حزب الله كان يقول لا نتشارك بحكومة 3-8، فجأة جاء الوحي وكمان قبلوا بذلك. خلاصة الملف اللبناني مرتبط بالخارج. عفوا، أحمد الحلبي بيقول الخلافات السياسية لا يجب أن تكون طائفية. صلاح النمني بيقول الكل مجرم ولو تفاوتت النسب بينهم. عماد رحمون بيقول كل واحد عم بدور على مصلحته والشعب آخر همون. حسن كبش بيقول يحطوا مشاكلهم السياسية على جنب ويفكروا شوي بمشاكل الشعب، لأنه القصة شكلها طويلة. أبو بلال بيقول كل أمر للمستقبل والحزب بحكومة وحدة، لماذا الضحك على الناس؟ هذه يعني جزء من التعليقات الموجودة. طبعا في تعليقات بعد أكثر، رح جرب أرجع أراها بعد الإعلام. نتوقف لحظات من بعد خلاصة يعني هذا الحوار، ومن أين يمكن أن نبدأ عمليا مباشرة بعد هذه الوقفة الإعلامية. أستاذ أحمد، طالما حزب الله مستعد يعطي للآخر حسب عم بيقول الدكتور صادق، شو ناطر تيار المستقبل؟ ضوء أخضر إقليمي مثلا؟ لا أبدا، أنا ما بعتقد لا ضوء أخضر إقليمي ولا شيء. واللي ما بده يشوف إنه هذه الحكومة
موجودين الطرفين عليها. ولكن أنا خليني أخذ الفرضية التالية. افترضي أنا عملت استراتيجية دفاعية والمقاومة صارت جزء من الدولة اللبنانية وداخل الجيش اللبناني. أنا كل هذا اللي صار عندي بأزمة الحدود والألمون وكل ما تبعه كان يمكن لا يمكن أن يحصل. وبالتالي نعم الميدان السوري هو موضوع خلاف محلي إقليمي عربي دولي قد ما بدك. طب مثلا استراتيجية دفاعية فينا نحكي فيها هلأ واردة ولا؟ ما شو اللي عم نقوله الآن نحن؟ نحن عم نقول بدنا الألمون تنبعد اللهيب السوري عن لبنان. بس شوي تيار مسبر راي على 1701 على نشر قوات دوليه وهيك. ما هو وين عندك المنطقه في حل وسط مثلا بالاستراتيجيه شدة؟ وين المنطقه المثاليه الان في لبنان؟ هي منطقه 1701. ما انا 1701 حط لي 12800 جندي دولي بيقبضوا معاشات بالمعيار الدولي قاعدين ضمن لي الجنوب. وقلنا المنطقه رايقه فوق صارنا المنطقه الاكثر استقرارا بالبلد هي منطقه 1701. عندي مشكله اللي عم يحكي عنها الأستاذ وليد جنبلاط اللي هي منطقة غربي وشرقي غربي وشرق جبل الشيخ وهو مهدد. وبالتالي كل هاي الأشياء كلهم بيعرفوها. يعني احنا بتعرفي بنلتقى بكل الناس وبنحكي مع كل الناس، كلهم بيعرفوا انه في خطر إسرائيلي في حال تطور الوضع في 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 البلدات المتعلقة بشرقي جبل الشيخ. وبالتالي قد يصل هذا التطور بالنزاع وبده يصير حزب الله حكما جزء من النزاع إلى أن تصل المسألة إلى نهاية جبل الشيخ وبداية الألمون. إذا لما أنت عم تطالبي بأنه أنا أعمل قوة عازلة الآن بالألمون، يبقى أنت صرتي بدك تحيدي لبنان عن نزاعات المنطقة. يبقى رايحين على الحياد بالمعنى النهائي للكلمة، لأنه هذا لهيب المنطقة، لهيب طويل. نحن إذا عملنا هالقد بلد هالقد وعملنا اتفاق طائف وانصرف علينا مليارات وإجت دول العالم كلها وقفت معنا وحررنا أرضنا و25 سنة وبعدنا مطرحنا، هذا اللي عم يصير بسوريا وبالعراق طويل الأمد. وحتى إذا أنا بدي فوت بعملية مرحلة انتقالية وبناء سلطة سوريا والعراق وليبيا واليمن قضيتهم قصتهم طويلة جدا وإحنا جداً. مش بعدنا مطرحنا، عم نرجع لورا. وكله اللي فات بلعبة الأمن والعنف واللي فات بلعبة الحراك المدني اثنيناتهم استهونوا مسألة التغيير. يعني النظام اعتبر انه انا اذا هلأ اللي هلأ عارض اضعافه، كانت بدأ بالاول وزير وما بعرف كم شغلة وبيمشي الحال هلأ عارض اكتر وما بيمشي الحال النظام. وهدوليك اللي اعتبروا انه شوية مظاهرات شعبية بالمناطق بتسقط نظام كمان كانوا كان في سذاجة. يبقى في 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 افتراض كلنا بدنا نقول بكل وضوح وبكل صراحة كان افتراضا خاطئا بأننا اعتبرنا الصراع في سوريا أمرا عابرا. وكلنا افترضنا أنه بالألفين وثلاثة ما كان يجب أن يكون تم بالعراق، بدليل على أنه اللي طلع عندي هلأ أسوأ بكثير من اللي كان قبل الألفين وثلاثة وأخطر بكثير وغير مسبوق بتاريخ البشرية. فإذا أنا بظل كل هيدا شو اللي عم يصير الآن؟ عم يصير عندي موضوع، يا اما موضوع الفلسطيني بده ياخذ شكله النهائي يا اما ستصفى القضيه الفلسطينيه. وكيف بدنا نحمي لبنان؟ نحمي لبنان الان باننا نقول ما هي المصلحه الوطنيه العليا. المصلحه الوطنيه العليا باكتمال عناصر الدوله الوطنيه. انا عندي مقاومه يجب ان تصبح جزءا من الدولة اللبنانية، أن تدوب بالدولة اللبنانية، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تؤمن مستلزمات الاستقرار في كل الأراضي اللبنانية. احنا عملنا استيعاب بالمرحلة الأولى بالمرحلة، وهذا غير ممكن الآن، غير الممكن أنك أنت تطلبي من حدا أنه يخل بموازين النزاع في سوريا، لا دولا ولا أفرادا ولا أشخاصا، توازناته معقدة. خلينا نجي نتفاهم على الموضوعات اللي تم التفاهم عليها على الحكومة. ولذلك أنا لما أنت سألتي بالأول المحكمة وغير المحكمة، أنا أول شيء قلت لك من باب المحكمة مد إيده، وبال 2009 كانت المحكمة مبينة وبالتالي مد إيده. إذا على شو بدنا نمد إيدنا؟ بدنا نمد إيدنا على توزيع حكومية، ننقل النفط من هون لهون ونعطي هيدي خلصنا بقى.
نحن بدنا نمد ايدنا لمرحله انتقاليه واضحه في لبنان، واضحه المعالم في لبنان، ينتخب فيها رئيس جمهوريه، ينوضع خارطه الطريق لتنفيذ اتفاق الطائف، ينوضع خارطه الطريق للسياسه الدفاعيه تماما، وبالتالي لابد من ايجاد استراتيجيه امنيه على المستوى الوطني. يعني ننسى المؤتمر التاسيسي لانه في حديث عن مؤتمر تاسيسي. بدك شي 100 سنه لتعملي، مين بده يقعد بالمؤتمر التاسيسي ومين بده يتفاوض مع مين وعلى اي اساس؟ طب شيخ صادق شو رايك بهذا الموضوع؟ لانه كمان في حكي عن مؤتمر تاسيسي، سيد حسن يعني حكي عن مؤتمر تاسيسي. صحيح، المؤتمر التاسيسي اجى يعني بعد ما فشلت صيغه الطائف في بناء الدوله وفي الحفاظ على السياده اللبنانيه. لم تكن هذه يعني او هذا المشروع او هذا الطرح عبثيا واعتباطيا، وانما جاء نتيجه المتغيرات الداخليه وتطورات بالمنطقه. نعم هناك حاجه اما لتصحيح الطائف واما للذهاب الى مؤتمر تاسيسي يتفق عليه اللبنانيون على مبادئ اساسيه لانقاذ الوضع. يعني نحن مش ضروري انه والله نتعبد النص، يعني نقول انه النص الطائف هو ما في غيره. لا 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 مش عم الطائف برنسيب مبدا، مساله مبدا المناصفه ومساله بناء السياده، وبالتالي لولا الطائف هو لولا نجحت المقاومه صحيح ما نجح لبنان باعاده استعاده دوره. الطائف لم يطبق، وبالتالي هذه المناصفه يجب ان تبقى مقدسه ومن جواتها. انت حضرتك قلت كلام مهم، حتى سمحت قلت كلام مهم، قلت الطائف هو عمليه تجاوزيه. صحيح. حتى نصوصه بتقول انه هو ينتقل من الى، وهناك خطا حصل انه منعنا منذ البدايه انه نحن نفوت بصيغه المجلسين، مجلس تمثل فيه الطوائف ومجلس محرر من قيد الطائفه. لو دخلنا بهذه التجربه من 25 سنه كان عندنا قوه تاثير من قوى غير طائفيه. الغير طائفي وين بده يروح؟ لا فيك تفوته على الدرك، ولا فيك تعمله مدير عام، ولا فيك تعمله نائب، ولا فيك تعمله وزير. محتقر احتقارا تاما الغير طائفي في لبنان، وكل المعروض على الطوائف 128 نائب و30 وزير و30 مدير عام، 200 وظيفه بينتحر على اساسهم لبنان مدى الحياه، لانه هودي حكرا على الوظائف. اليوم الجامعه اللبنانيه اللي خرجت اعظم جيل في لبنان، اللي بيطلع من الجامعة اللبنانية ما بيلاقي شغل لأنه وضع في تعليم، تعليم الرسمي، الطبيب، الصحة، هيدي الموضوعات. نحن بدنا نبني دولة تنموية. اقتسام السلطة لم يعد مسألة في العالم، العالم يسير نحو تقليص حجم الدولة، نحن عم نروح أكثر فأكثر بتكبير حجم الدولة. ما بنحمل حجم دولة كبيرة تحمل هالقد عاطلين عن العمل الوظيفي. أنا هلا بدي أقول إنه أنا ماني متمسك بالمؤتمر التأسيسي، يعني المؤتمر التأسيسي فكرته إنه عم أقول إنه ولا يعني الخيار الآخر. عم أقول أنا نحن طالما فشلنا يعني استراتيجية دفاعية مثلا، هل ممكن الحديث فيها؟ ليش لا؟ بالعكس حزب الله كان منفتح جدا للبحث في استراتيجية دفاعية. نحن بحاجة إلى أنه نحصن بلدنا، لأنه توقف الحوار عن موضوع استراتيجية دفاعية وصار يعلم نتيجة الأوضاع بالمنطقة ونتيجة أنه وصلنا إلى أفق مسدود في موضوع رئاسة الجمهورية، ف يعني اتعطلت هذه الآلية. لانه في آلية معبدة كمان بيحكوا فيه كثير 14 اذار صحيح ولم يطبق او ينفذ. نعم انا بدي اقول شغله بالاجوبه اللي الاسئله اللي تفضلتي فيها، انه هل الامر مرتبط بالخارج بشكل كلي؟ نسبيا نعم، في شيء جزء مرتبط بالخارج. هل هناك او هذه التعقيدات الداخليه مرتبطه بالوضع ايضا وطنيا ومحليا؟ ايضا نسبيا نعم. يعني بدنا نقول انه في شيء تفاعلات ما بين الداخل وبين الخارج. نحن قديش فينا كلبنانيين نعمل توليفة نقدر نحقق فيها مصالحنا، مصلحة بلدنا، نحافظ على الاستقرار، نحافظ على السيادة، ان يكون هذا البلد منيع، الدولة تكون دولة قوية متفاعلة تستطيع ان تحمي شعبها وليس دولة ضعيفة. أنا بتصور أنه هولي الأمور بنقدر نعملهم، نحن كلبنانيين بنقدر نعملهم، ولكن للأسف يعني دائما نعلق همومنا ومشاكلنا على الخارج. مثل ما تفضل ببداية الحديث دكتور أحمد الغز أنه العالم اليوم مش قارينا، كل واحد مشغول عنده اهتماماته وعنده همومه وعنده مشاكله، فإذا اللبنانيين أولى بهم أن يذهبوا إلى مشاكلهم ويحلوها بطاولة حوار، بمباحثات،
يعني ثنائية ثلاثية إلى ما هناك. في فعلا نية من المسؤولين يعني من السيد حسن نصر الله من الرئيس سعد الحريري، في فعلا أنا بقول هناك رسائل إيجابية بدون أدنى شك. اليوم الأفق المسدود بالمنطقة يدفع الجميع يعني ويلزم الجميع، إن كان حزب الله ولا تيار المستقبل، يلزمهم إلى الذهاب إلى الحوار. ما عاد في مجال للخروج من هذه الدائرة الجهنمية وإخراج البلد من دائرة الخطر إلا من خلال الحوار، الحوار الذي يخفض من منسوب التوتر والاحتقان الطائفي والسياسي وإلى ما هنالك، وأيضا يحمي مؤسسات البلد، وأيضا يذهب إلى مبادرات من أجل انتخاب رئيس جمهورية، موضوع الكلام عن قانون جديد للانتخابات، أو إلى ما هنالك من ملفات أخرى عالقة. نقطة تانية اللي بدي أقول فيها فعلا أنه دائما يحكى أنه هول الجماعة قاعدين مع بعض، حزب الله وتيار المستقبل، بلا ما تضحكوا على العالم، ما أنتوا قاعدين مع بعض. في حدا من المواطنين قال هيك؟ نعم نعم، هذا أمر إيجابي، هذا الأمر مش لازم نحن نقول أنه يعني هذا أمر سلبي، أنه كيف تقعدوا مع بعض، ما أنتوا يعني بالإعلام في مناوشات وفي مواقف تصعيدية وإلى ما هنالك وبعدين بتقعدوا مع بعض. يعني ما المطلوب؟ أنه يبقى منسوب التصعيد والحروب الكلامية هو القائم، والله لا، أنه نجلس على طاولة مجلس الوزراء لنحل الخلافات. اليوم في تجربة هي حكومة المصلحة الوطنية ممتازة، ما عم نقول أنه نحن عم نتحقق، ما عم نقول بالضبط بالوضع الحالي، بالوضع الحالي ممتازة. فإذا تيار المستقبل وحزب الله قدروا يوصلوا إلى صيغة بمحل ما في وقت ما يقعدوا مع بعض ويشكلوا حكومة وتسير البلد في ظل الظروف المحتدمة إقليميا، ممتاز، هذا بنبني عليه. اليوم خطاب الرئيس سعد الحريري وخطاب سماحة السيد حسن نصر الله لازم نبني عليهم، لازم ما يفشل هذا الحوار، مش لازم اليوم الفرص تمر مر السحاب. يعني يفترض من كل المتضررين اليوم أنه يعني يبقوا بعاد وفعلا انه نعوض المجال. يعني نحن سمحت الشيخ بلشنا معك الحلقه، ودي اختمها مع الاستاذ احمد يعني، لانه صرنا بالاخر معك بس دقيقه في نقطه أحمد. في نقطه اساسيه بس اخر حتى ما انساها بموضوع الخلاف بالمنطقه، انه هو صراع سني شيعي، وحتى داخليا انه دائما يظهر الخلاف على انه صراع سني شيعي. هذا الكلام غير صحيح وغير دقي، ولا يعني تستوي عليه التحليلات العميقة. الخلاف في المنطقة وحتى الخلاف في لبنان هو خلاف سياسي. الظهر والسطح نعم هو يعني في عمقه هو سياسي، ولكن ما مننفي أنه له موروثات ثقافية ودينية ومذهبية وإلى ما هناك. فخلينا نحن نخلي دائرة الصراع وإطار الصراع سياسي بالسياسي، هذا أفيد للبلد، وهذا يعني بيقدر يحمينا نحن أكيد كمجموعات ثقافية. يعني كلمة أخيرة معك دقيقة. طبعا أنا اللي بدي أقوله أنه بالنسبة للأخوان اللي اتصلوا واللي لازم نحن نشكرهم كانوا سهرانين معنا، أنه إيه مزبوط هدول قاعدين على مجلس الوزراء، بس أنت تنعمت بشيء من الاستقرار مدة سنة ما كنت حاصله قبل ذلك. ربط النزاع على مائدة مجلس الوزراء والمكان الطبيعي للاختلاف. نحن يجب أن نبقى كبشر مختلفين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. بالتالي الاختلاف هو شيء صحي وطبيعي، لكن شرط أن يبقى ضمن المؤسسات وضمن الأطر المنتظمة. أما فيما يخص الحوار بشكل عام، أنا بقول أنه ليس هناك نخبة في البلد كنت تمنيت على أن يلعب هذا الدور إخواننا المسيحيين، أنهم يضغطوا بتسيير اللي هو داخل المكونات الوطنية، وهذا دوره التاريخي، وهذا تحدي الكنيسة من 1920. الآن أنا بطرح كلمة حرة لكل من يعتقد بأنه نخبة في لبنان وبيقعدوا بيسخط وبيحكي، لابد من مبادرة وطنية تكون هيك نوع من يعني جسر بين الأطراف، وبالتالي نوع من مرصد ورقيب على هذا التسيب السياسي، وخصوصا عدم احترام عقول الناس. في عملية تجهيل للناس وعبث بوعيها وتفسير الأشياء مثل ما هي، لدرجة أنه صار عندنا
موسم من من الاخطاء الشائعه لحد ما هلا. اذا مثل ما شرح لك، اذا بقول لك انت صديقتنا وبحترمك، انت ما عاد تصدقيني، لانه استخدم هذا الكلام في غير موضعه مئات المرات. يجب اعاده الاعتبار للمعاني، يجب اعاده الاعتبار للهويه، يجب الاعتبار للبنانيتنا اللي هي لا نملك سواها. بهذه الكلمة تحديدا بدي أشكرك وبدي أختم هذه الحلقة. إعادة الاعتبار للبنانيتنا. يا ريت يا ريت. الحديث معكم كثير حلو وممتع، وأنا بتمنى كنا نحن سعداء فيك. نحن محكومين بالوقت. شكرا كثير. ولك احترام وتقدير. شكرا لك أستاذ أحمد. ونحب هاي المؤسسة. مش من باب إنه إحنا أغنى منها، لأي أغنتنا كثيرا كتاريخ. شكرا لك أستاذ أحمد الغز، أهلا وسهلا فيك. شكرا سمحت الشيخ الدكتور صادق النبلسي، على أمل لقاءات أخرى أكيد طبعا. شرفنا. حملت رساله حيوصلها. اوكي. لحتى نشوف شو بده يصير بعدين. لكن شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. بدي اشكر طبعا فريق العمل بتلفزيون لبنان، المخرج حنا بويري، وانتم مشاهدينا على المتابعه. ملتقانا الاسبوع المقبل في نفس الوقت، بكره الاعاده 11 صباحا. الى اللقاء.